يعني نجحنا الى حد ما في ضبط الاسعار، لانه فعلا ما موجود في في في, في اللائحه لدى الهيئه طبق على الميدان وطبق على الارض، بالذات في شقه الرقابي. نعم، في شقه الرقابي تفعل الموضوع، والناس المعنيين في موضوع الرقابه هل نزلوا وباشروا عملهم وقاموا بدورهم. فنتج عن هذا مراجعه الفواتير هذا وتعديل اسعار كثيره كانت قد ثبتت وفي كان مخالفات في التعاطي معها، وهذا يعني نقل الوضع هذا، انتقل عمليا بعدين للصيدليات، والصيدليات حسب اللائحه تبعهم هي محدد لها نسبه الربح الربحيه اللي لا تزيد عن 20%، وبالنسبه ما يتعلق بالمستلزمات الطبيه 10%. فتم تنفيذ هذا الكلام ميدانيا. طيب. وبالتالي المواطن البسيط الفقير التعبان لمس هذا النزول. طيب. واستطاع ان يحصل على الدواء المطلوب يعني.